السلام عليكم ورحمة الله. استنزفت ميليشيا الحوثي والمخلوع خزينة المال العام ونهبت كل ما كان متوفرا في البنك المركزي حتى الاحتياطي العام، بل سعت لسحب الاحتياطي الخارجي لولا تدخل الرئيس هادي بقرار نقل البنك المركزي ومخاطبة البنوك الدولية بعدم التعامل مع بنك صنعاء ومنع توريد إيرادات المحافظات المحررة إليه. وبسبب فساد الميليشيا وحلفائها من أتباع المخلوع في أجهزة الدولة، أصبحت الحكومة عاجزة تماماً عن توفير رواتب الموظفين، ولأول مرة منذ قيام الجمهورية يحرم الموظفون من رواتبهم 4 أشهر على التوالي. بذل الرئيس هادي جهداً مضنياً لتوفير رواتب موظفي الدولة، وطالبت الحكومة قيادات المحافظات والمؤسسات ودواوين الوزارات بسرعة توفير كشوفات الرواتب حتى ديسمبر 2014، لكن الميليشيا التي امتصت دماء الشعب تصر على رفض تسليم الكشوفات تكريساً لسياسة التجريع والتجويع. في حلقة اليوم نناقش أبعاد رفض الميليشيا تسليم كشوفات موظفي الدولة في المناطق التي تسيطر عليها، وما الحلول والبدائل الممكنة لوضع حد لمعاناة الموظفين المحرومين من رواتبهم بسبب تعنت الميليشيا. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي في هذه الحلقة. سيكون معنا عبر السكايب من عدن الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية محمد الجماعي، وعبر الهاتف من العاصمة أيضا المؤقتة عدن مستشار وزارة الإعلام فيصل العواضي، ومن صنعاء عضو نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء الدكتورة فاتن عبده، وكذلك سيكون معنا من الرياض المحامي والناشط فيصل المجيدي. قبل النقاش فاصل قصير ومن ثم نعود. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، ونبدأ هذه الحلقة مع الصحفي المتخصص في شؤون الاقتصاد الأستاذ محمد الجماعي من عدن. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور بشير، أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد. في البداية برأيك لماذا تصر الميليشيا على يعني عدم رفع كشوفات الرواتب بعد أن التزمت الحكومة الشرعية بصرف رواتب الموظفين؟ معك أخ بشير، في ما حدث اليوم وأمس حملة إلكترونية واسعة النطاق يعني رفعت هاشتاج الألف لجيب من، وهذه الحملة قام بها ناشطون في أمانة العاصمة صنعاء احتجاجا على سحب ميليشيا الحوثي إجباريا 1000 ريال على كل مدرس في المدارس الخاصة. هذه القصة هي توضح مجمل ما يمكن الحديث عنه في هذا الموضوع. المسألة هي مسألة نهب ثروات وسحب أموال وجمع ما يستطيعون جمعه في الفترة التي ربما بقيت لهم على سلطة كرسي سلطة الانقلاب. والألف ريال الذي يأخذونه من المدارس الخاصة بعد أن عجزوا عن أخذ أي مبالغ من أجهزة الدولة بسبب نقل البنك المركزي والكارثة التي حدثت لهم بنقل هذا البنك عندما قرر الرئيس هادي في منتصف سبتمبر نقل البنك المركزي إلى عدن. هنا نعم. فقط هذه الحادثة تشير إلى مستوى النهب الذي وصلوا إليه، يبحثون عن أي ريال ممكن أن يدخل لهم من صنعاء فيجبرون نعم. الإدارات الخال المختصة بهذا السحب. نعم. لذلك بدأوا بابتزاز المدارس الخاصة، بدأ برفع اللوحات والشعارات والوقفات الاحتياجية وتصويرها، مرورا بجمع المجهود الأموال للمجهود الحربي، ثم بعد ذلك دعم البنك المركزي، والآن هاتوا 1000 ريال لمن لا ندري. نعم، بعيدا عن هذا المبلغ، ربما هي قد نهبت البنك المركزي والاحتياطي النقدي ما يقارب 5 مليار دولار أستاذ محمد، لكن ربما السؤال الأهم وموضوع حلقتنا اليوم، لماذا تتمنع عن رفع كشوفات موظفي الدولة من أجل أن تصرف الحكومة رواتبهم؟ المسألة واضحة، هناك من يريد أن يضحك على المواطن في صنعاء أنه لا يزال حاكما وأنه لا يزال سلطة وأنه لا يزال دولة، وهذا يكذبه التوقيع الأخير لمنصر القعيطي على ورقة 1000 ريال الذي طبعته الحكومة مؤخرا، ويصل إلى صنعاء المواطنون يقولون للحوثيين الأمور ماشية والحكومة متوجهة يعني نحو إعادة بناء الدولة في كل المرافق وأنتم تضحكون علينا هنا. إذن لماذا لا ترفعون الكشوفات؟ لا يريدون أن تصل الأموال من عدن. لو وصلت الأموال من عدن إلى صنعاء معنى ذلك أن وجودهم في صنعاء لم يعد له أي معنى، لا في نظر المواطن ولا في نظر السلطة ولا في نظر
الخارج ولا في نظر الداخل. لذلك بن دغر عندما ألقى الكرة في ملعبهم وعندما خلط أوراقهم بهذه الطريقة وبدأ بصرف مرتبات أمانة العاصمة ووجه بصرفها، يعني بدأت اللخبطة في صنعاء وبدأت الانقلابيون يختلفون فيما بينهم، والمعركة يعني واسعة جدا الآن في صنعاء بين الإدارات المختلفة، يعني كل إدارة تريد أن ترسل بالكشوفات إلى عدن. نعم. من سيسلم للراتب؟ أنا سيكون ولائي له على الأقل في المرحلة الراهنة، لأن الموظفين يعني رواتبهم منذ 4 أشهر لم يستلموها، لذلك لا يمكن أن يسلموا الكشوفات إلا في حال ضغوط خارجية كما يحصل في كثير من القوات التي تقوم بها. نعم. الحكومة إذن تضغط من الخارج حتى لا ينهار الجسم. نعم. بأكمله. نعم. إذن إلى جانب تجويع ونهب المال العام وتجويع موظفي الدولة والناس في هذه المحافظة التي سيطرون عليها، حتى ربما هذه الكشوفات أصبحت بيدهم ورقة لابتزاز الناس. أستاذ محمد تكرم بالبقاء معي، نشرك معنا في الحديث الأستاذ فيصل المجيدي من الرياض، المحامي والناشط السياسي. مساء الخير أستاذ فيصل. مساء النور. أهلا ومرحبا بك أستاذ فيصل. من يعني زاوية حقوقية وقانونية، كيف تقرأ امتناع الميليشيا عن تسليم كشوفات أو رفع كشوفات موظفي الدولة من أجل تسليم الرواتب التي وعدت بها الحكومة الشرعية لتسليمها؟ نعم، الكريم، المسألة ليست حقيقة حقوقية وقانونية، الأمر يتعدى إلى الجوانب الإنسانية. أنت الآن كميليشيا أو هم كميليشيا يحاولون أن يسرقون الابتسامة، يحاولون أن يسرقون معاش أطفال الناس. يعني في السابق كانوا أو كانت الوزارات تقول بأن الذي نقل البنك المركزي يجب عليه أن يقوم بصرف المرتبات، في حين أن البنك عمليا هو بيانات وليس مبنى وليس أدوات. المبالغ المالية تقريبا مسحت تماما من البنك، سواء الاحتياطي بالريال اليمني أو الاحتياطي بالدولار كما أشرت في نقاشك السابق. الموضوع أخي العزيز أنه إمعان في تعذيب الناس، إمعان بالقول بأن هناك فرق، سمات فرق بين الدولة والعصابة. تتصور معي أن من أهم النقاط التي ذهب بها ولد الشيخ إلى الحوثيين وتمت المباحثات بشأنها هي مسألة تزويد الحكومة الشرعية بالبيانات وبالكشوفات، سواء من البنك المركزي أو من الوزارات المختلفة. لا يزالون حتى هذه اللحظة طبعا يمانعون، من ضمن الأشياء التي يبدو لي أنهم يريدون الابتزاز ما يتعلق بلجانهم المشرفة، ما يتعلق يعني من قاموا باستبدالهم بموظفيهم وبقطاع طرقهم. وبالتالي هذا الأمر أنت الآن تمنع عن المواطن أهم الحقوق الدستورية والقانونية، وهي المكفولة دستوريا، لأنه لا يجوز أن تستعمل أحد إلا بمقابل ذلك. أجول سنكون في هذه الحالة أمام سخرة، وهي الممنوعة طبعا باتفاقية العمل وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالعهود الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية وبالحقوق الاقتصادية تحديدا والاجتماعية والثقافية. نعم. الموقعة عام. نعم أستاذ فيصل. نعم. ربما نعم الموظف الدولة والمشاهد الكريم الآن الذي يتابع هذه الحلقة ويتابع توقف رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، والميليشيا تقول بأن نقل البنك المركزي، اذهبوا إلى حكومة أو إلى الرئيس هادي ليدفع لكم الرواتب، نحن ليس بأيدينا شيء. عندما التزمت الحكومة الشرعية بصرف هذه الرواتب تمنعوا عن إرسال هذه الكشوفات، ما مصلحة الميليشيا في عدم رفع كشوفات موظفي الدولة؟ كشوفات. نعم. المسألة أخي العزيز هنا أولا يجب أن تتضح الصورة الأولية للموضوع. هم كانوا بالفعل طلبوا من روسيا بطبع يعني 400 مليار ريال، لكن حقيقة روسيا ولوجود القانون الدولي في الأساس رفضت أن تسلم هذه المبالغ إلا بتوقيع من الرئيس الشرعي عبد الرب منصور هادي. وبالتالي جاءت الرسالة من الحكومة بأن الرئيس والحكومة أصبحوا في عدن وهي العاصمة المؤقتة، وبالتالي يجب أن توجه هذه الأموال إلى
عدن، وبالفعل استجابت الحكومة الروسية. هذا الأمر ربما أسقط في أيديهم وشعروا بأن الغطاء سينكشف عنهم، وبأن كل هذه الأعذار التي حاولوا من خلالها عرقلة نقل البنك المركزي سواء عبر المؤسسات الدولية، أقصد بذلك البنك الدولي وصندوق البنك الدولي وكذلك الأمم المتحدة والجهات المانعة، بأن خوفهم من نقل البنك يتعلق بمرتبات الناس. فلما اجتمعت الحكومة مع هذه الجهات استعدت بالفعل لدفع مرتبات الموظفين، نتحدث تقريبا عن 1,000,000 موظف عسكري تحت الآن يعني مصائرهم تقودها هذه الميليشيا. نعم. وبالتالي نحن أمام حقيقة واقعة واضحة بأنهم لا يريدون أن ينكشفوا، وهم قد انكشفوا بأنهم نعم. مجرد عصابة. نعم أستاذ فيصل. نعم. العقل والمنطق يقول يعني أن تسليم رواتب الموظفين ربما يخفف من نقمة الناس على الميليشيا في المحافظات التي يسيطرون عليها. إذن لماذا هذا التعنت؟ دعني أقول لك شيء. يعني رئيس حكومتهم الذي هو عبد العزيز بن حبتور، والذي لم يخجل من نفسه بالانتقال من عمله كرجل دولة إلى عمله تحت عصابة، تحول حقيقة إلى عكس عند هذه العصابة. كان تصريحه لافتا بأنه قال لن يسلم ما يسميه بأسرار الدولة إلى جماعات غير مأمونة، والتساؤل هنا يثور وعلامة الاستفهام الكبيرة، كيف سلمت كل بيانات الدولة بما في ذلك بيانات الأمن القومي لإيران وهي الدولة العدوة لليمنيين، أفرج عن العملاء، وبالتالي أصبحت اليمن مكشوفة أمام هذا العدو الذي يعبث بأمن اليمنيين، في حين أننا نتحدث على حكومة شرعية معترف بها على مستوى العالم. هل يعني الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وكل دول العالم ما يقارب 192 دولة تعترف بحكومة الرئيس عبد الرب منصور، هذه هي تعترف يعني بمجموعات غير مأمونة؟ هذا كلام حقيقة سفيه، وهذا كلام لا ينبغي أن يقال. المسألة وما فيها أنه سيسقط ما في أيديهم بعض الناس، دعني أقول لك بكل وضوح، الذين هم العاملون في جهاز الدولة في نهاية الأمر سيتبع من سيدفع له الراتب، بمعنى أنه غالبا الانتماء دعني أقول السياسي أو هذه الجوانب ربما ليست مؤثرة به بشكل كبير بقدر ما يهمه بالفعل، وهذا يمكن أن نبرر له معاش أولاده، هذا المعاش الذي يقتات منه. أنا تحدثت أنا عن عدد تقريبا كما سربت وسائل الإعلام 1,000,000 موظف عسكري الآن بدون الرواتب باستثناء أبو شريفية الحوثي وقطاع طرقه ومن نعم. يقتلون الناس. طيب أستاذ فيصل، هؤلاء يعيشون في بحبوحة من الناس. نعم. أمام يعني القبضة الأمنية والقمع الحاصل في العاصمة صنعاء والمحافظات التي تخضع لسيطرة الميليشيا، ما الذي بيد الموظف المسكين أن يعمل بعد أن قطعت الميليشيا الرواتب، بعد أن حولت اليمن إلى سوق سوداء، بعد أن نهبت كل مقدرات الدولة ولا تقدم أي خدمة لهذا المواطن، ماذا بيده أن يعمل؟ سؤال في غاية الأهمية. الحقيقة أن الموظفين لا نستطيع أن نلومهم كثيرا في هذه الحالة أو نتحدث عنهم أحد، لأنهم مهددون بالفعل بعد أن يعني الميليشيا وصلت إلى نهرها إلى قوت أولادهم ونهبت. حتى هناك تقارير تتحدث عن معاشات وتأمينات المتقاعدين المتعاقدين والمتقاعدين التي لا يجوز في الأساس أخذها لأنها خرجت من سلطة الدولة، مثل الودائع الخاصة التي لدى البنك المركزي، ودائع البنوك لا يجوز الاعتداء عليها. ومع ذلك هناك حديث عن أنه بالفعل تم الاعتداء على هذه الأموال، وبالتالي الحوثيين يعتدون على حاضر ومستقبل الناس. في هذه الحالة يجب على الموظفين حقيقة أن يطالبوا برواتبهم بشكل واضح، وأن يحاولوا أن يتواصلوا مع يعني الجهات الحكومية، وأن يحاولوا أن يضغطوا بهذه المطالبات بشكل واسع. وحقيقة يجب على الحكومة أيضا أن تحاول أن توفر مرتبات هؤلاء الناس بقدر الإمكان. مثلا قامت بصرف الآن مرتبات محافظة عمران، وصرفت أيضا أو وجه دعني أكون دقيقا رئيس الوزراء أيضا بصرف مرتبات أمانة العاصمة، وبالتالي حقيقة
في حال استقرت الأمور في المحافظات المحررة يجب على كثير من الكوادر الوظيفية أن تقوم بالتواصل مع الحكومة الشرعية لترتيب أمورية فيما يتعلق بجوانب الرواتب، أو لأنه تم تهديد حتى المصارف والبنوك بعدم جواز قبول تحويلات من العاصمة المؤقتة عدن. إذن نحن حقيقة أمام معادلة واضحة، أي أمام دولة وأمام عصابة تتضح من خلالها الصورة، أن الدولة بالتالي بما عليها من ملاحظات، طبعا الحكومة بما عليها من ملاحظات، والعصابة التي تحاول أن تسلب هذا المواطن حتى على مستوى إدخال البسمة والفرحة لأطفاله. نعم أستاذ فيصل، أختم معك بسؤال أخير أودعك فيه. كما تعلم هناك من موظفي الدولة من ماتوا أمام مؤسساتهم وهم ينتظرون يعني مرتباتهم، بعضهم كان فيه أمراض معينة وسبب هذا المرض لعدم وجود العلاج إلى وفاته، البعض الآخر أحد الموظفين مات أمام مراكز الصرافة، البعض الآخر يموت في منزله، البعض الآخر يموت في المستشفيات، البعض الآخر أصبح بلا مأوى خارج البيت لأنه لم يجد يعني ولا يعرف حتى من أين يأتي بقوت أولاده أو تسليم إيجار المنزل الذي يسكنه. إذا أمام كل هذه الجرائم التي يعني ترتبت بعدم صرف مرتبي الدولة، أهالي هؤلاء الضحايا يقاضون من؟ يعني في كل الأحوال دعني أقول أكون واضح معك، الناس الآن يعني يراقبون الوضع، يتمنون بالفعل أن تنتهي هذه الغمة. أعتقد أن الحوثي أصبح كعمارة أيلة للسقوط، وهو أصبح خائفا يترقب. دعني أقول لك بأنه بمجرد السقوط لا شك أن كل الناس حقيقة لن يفلتوا حقهم، وبالتالي مثل هذه الجرائم التي ذكرت إن كانت متعمدة، ومثل جرائم الاعتداءات على حق الإنسان والاعتداءات على معاشات الناس ورواتبهم، حقيقة يجب في هذه الحالة أن يتم دعني أقول رفضها، ومن ثم بعد ذلك يمكن مقاضاتهم أمام القضاء المحلي وإن لم يكن توسيع الأمر بشكل أكبر، لأنه إذا وصلت الأمر إلى نطاق واسع تصل ربما إلى جرائم حرب، أنك تحاصر الناس من بالغذاء ومن خلال المعاش وكل هذه الأمور، في حين أن ميليشياتك تعيش في بحبوحة كبيرة جدا. نعم فيصل المجيدي المحامي والناس ناشط الحقوقي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن لمتابعة هذه التصريحات عن أبعاد رفض الميليشيا لتسليم كشوفات الموظفين. أخذنا عينة من المواطنين المتضررين من عدم صرف الرواتب، ومن ثم نكمل النقاش، ابقوا معنا. الميليشيا تفكر بعقليات ميليشاوية، لا تفكر بعقليات دولة، تستمر في عمل استمرارية لمعاناة الناس، وتستمتع بمعاناة الناس بعدم صرف الرواتب، لأنها تفكر بطريقة ميليشاوية لا تفكر بطريقة الدولة. وإلا فما المانع من إرسال تلك الكشوفات للبنك المركزي، للبنك لفرع البنك في عدن، من أجل المساهمة في رفع الكشوفات وفي رفع معاناة الناس واستلام الناس لرواتبهم. بالنسبة لكشوف الراتب التي امتنعت الميليشيا عن تسليمها، فهي بالأصل انقلبت على وطن وانقلبت على شعب، هي لا تريد لهذا الشعب أن يحيا ولا تريد لهذا الشعب أن يعيش، هي تريد أن تقتل الشعب، ليس همها راحة المواطن ولا راحة هذا الشعب، هي همها نفسها وأجندتها التي تشتغل بها للخارج لدولة أخرى. السبب الرئيسي هو أنهم بعد الانقلاب في 21 سبتمبر 2014 ضخوا بكميات كبيرة من موظفيهم وعملوا عملية إحلال وعملية توظيف جديد ورتب عسكرية وإضافات جديدة لشبه التوظيف، فهم يعرفوا الآن حق المعرفة أنهم في حال صرفت الشرعية للموظفين أن أي توظيف جديد بعد 2014 يعتبر ملغي، بالتالي فهم رافضين أن يسلموا كشوفات للشرعية صرف الرواتب. والله طبعا مانعين الكشوفات من شان يذلوا الناس، يذلوا الموظفين، يجعلوا هذا الشعب يعاني. الموظف طبعا اصبح الان محبط، لا هؤلاء الناس لا يريدوا يرحموا الناس ولا يريدوا كمان يخلوا رحمه ربنا تنزل، والناس طبعا معروف انه يعانوا الان من صعوبات، يا يسلموا الكشوفات يا يسلموا رواتب الناس. حياكم الله مشاهدينا الكرام، عدنا لكم مجددا، وعوده الى عدن مع الاستاذ محمد الجماعي. استاذ محمد، إذا تابعنا هذه التصريحات التي تحمل الميليشيا عدم رفع كشوفات من أجل صرف رواتب الموظفين، التزام الدولة الآن بصرف رواتب من شهر ديسمبر، الأشهر التي ربما سبقت هذا الشهر الذي حددته الحكومة الشرعية، من يتحمل
صرفها بالنسبة للموظفين التابعين للدولة؟ لا، هو لا يوجد تصريح حسب علمي ديسمبر فقط، هو من أكتوبر نوفمبر وديسمبر، وهذا نعم. حسب توجيه هو أمامي الآن من رئيس الوزراء إلى وزير المالية. وكذلك دعني بس أصر يعني أعلق على أحد المشاهدين وهو قال كلام يعني ممتاز جدا، قال هذا مطب للحوثيين لأنه لا يستطيعون أن يرفعوا بالكشوفات وقد ملئت بالأسماء الجديدة والتعيينات والترقيات، وهذا يعني الحكومة أعتقد أنها وضعت هذا الموضوع بالذات، كل اليمن تتحدث الآن عن كشوفات الراتب، وضعت هذا المطب بالذات للإنقلابيين نعم. حتى تضعهم في حرج أمام المواطنين. وإلا يوجد أيضا بيدي الآن توجيه من رئيس الوزراء إلى وزير المالية يعني بخط بن دغري، يقول له الموظفون في أمانة العاصمة لديهم حسابات في كاك بنك، كل موظف في أمانة العاصمة لديهم حسابات نعم. في كاك بنك، وبإمكانكم أن ترسلوا المبلغ من هنا من عدن إلى حساباتي مباشرة، وبالتالي لا سيطرة ولا سلطة للحوثيين على هذه المبالغ. نعم، تهديد الميليشيا أستاذ محمد، نعم تهديد الميليشيا للبنوك وأيضا شركات الصرافة بعدم السماح لهم ب يعني صرف مرتبات الموظفين إن تم تحويلها عن طريق الحكومة الشرعية، ما هو الواجب الآن أمام يعني موظفي الدولة أمام هذا التمنع والتوجيهات التي يعني تهدد فيها الميليشيا لهذه الشركات، وما هو دور الشركات والبنوك أمام حق يعني ربما التزام أخلاقي أمام هؤلاء الناس بصرف رواتبهم؟ الكريمي في حسابه على الفيسبوك كتب أنه مستعد لصرف مرتبات الموظفين، شركات أخرى أيضا قالت هذا الكلام. نستطيع أن نقول أن التوجيهات ليست ذات أثر في هذا الموضوع، التهديدات نعم، لكن ما الذي يمكن أن يفعله الموظفون؟ الموظفون أخي بشير ربما لا ينقل الكثير مما يجري في صنعاء بسبب عدم وجود وسائل إعلام، وإلا لا توجد محافظة يمنية خرج فيها الموظفون ووقفات احتجاجية في معظم المؤسسات الإرادية مثل ما خرجوا في أمانة العاصمة، وهم وحدهم فقط من سيستطيعون انتزاع حقهم، وهذا ربما هو ما تريد أن تقوله الحكومة لمواطنيها في صنعاء، أنه الرواتب موجودة والأموال موجودة، ويعني نظرنا للموضوع كجسد واحد وكدولة واحدة، لكن الحوثيين يتمنعون، طلبنا منهم رواتبكم، طلبنا من مدرائكم المباشرين أن يرفعوا بكشوفاتهم إلى وزارة إلى الجهات المختصة، ونزل عبد الغني جميل أمين العاصمة المعين من الرئيس هادي إلى عدن، ويعني استصدر أوامر بصرف 1,300,000,000 هي رواتب 21,000 موظف في أحد القطاعات والتي سلمت كشوفاتها. إذن ما الذي يستطيعون أن يفعلونه؟ هم الآن يفعلون يعني عمليا الموظفون في صنعاء هم الذين هم نقطة الارتكاز والمحور الأساسي في موضوع الرواتب، هم من سيستطيعون أن ينتزعوا حقهم نعم. وفعلا لو تم رصد كثير من المواقف التي وجه فيها الحوثيون وميليشياتهم، حتى في هذه ما ذكرته لك في بداية حديثي، الآن حملة واسعة من المدارس الأهلية ومن غيرها يرفضون صرف أي ريال نعم. للحوثيين من أموال من مرتبات نعم. إذن من وجهة نظرك أستاذ محمد أن الحل هو بيد هؤلاء الموظفين، لا بد أن يخرجوا إلى الشارع ويبحثوا عن حقوقهم، هذا ما تريد أن تقول؟ اسمح لي نعم نعم أستاذ محمد نعم. اسمح لي أن نشارك معنا في الحديث نعم الدكتورة فاتن عبدو عضو نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء. مساء الخير دكتورة فاتن. حيا بك ابني، مرحبا بكم. أهلا ومرحبا بك دكتورة. دكتورة فاتن، الميليشيا تحجيت كثيرا طيلة الأشهر الماضية بأن نقل البنك المركزي ومن يتحمل عدم صرف الرواتب هي الحكومة الشرعية والرئيس هادي، الآن الحكومة التزمت بأن تصرف رواتب الموظفين، لماذا الميليشيا تتمنع وتقف حاجز وعائق أمام رفع كشوفات الموظفين من أجل أن تصرف الحكومة رواتبهم؟ يا ابني الميليشيات من سنتين يعني المعاناة اللي بنعانيها كلنا نعم. من سنتين من أول ما أجوا أعرف الكلام ده كله واضح للناس كلها نعم. حسن النية ما عندهمش حسن النية في أنهم يرحموا شعب يعني اللي حاصل الآن الناس بتتبهدل، الناس بتجوع، الناس بتمرض، الناس وهم ولا هم هنا ولا حاسين. طيب أنا اتصل بوزير الوزير بالسلامة
وزير التعليم العالي تبع عبد ربه، الرئيس عبد ربه، فاتصل بي قال لي قبل كشوفات بعد ما شافوا حكايه الجامعه والاجتماعات والضرب اللي حضرناه وغيره، قال قبل كشوفات يا دكتوره حاولوا توصلوا لنا كشوفات واحنا مستعدين نجيب المرتبات. نعم طبعا هي طبعا اذا كان لي طول الوقت عميله فقلت يلا ابني عميله على طول خليهم ياخذوا يقولوا اللي يقولوا. نعم اجتمعنا بالشامي وزير نائب وزير التعليم العالي والدكتور محمد البخيتي اللي هو عضو المكتب السياسي، قلت لهم يا ناس طلبوا مني كشوفات الجامعه، الان انتم كلهم تجتمعوا وبتدوروا حل، مش قادرين تدوروا حل، عايزين توقفوا اضرابنا، الاضراب مستمر ولن يتوقف، الناس كلها تعابه، الدكاتره مش قادرين يوصلوا للجامعه. نعم قال لي ها، قلت لهم ايوه، اتصلوا بي قال لي جيبوا الكشوفات مستعدين يصرفوا المرتب. طيب جيبوا الكشوفات قبل عندنا ايش مانع؟ نعم انتظرت منهم اسبوعين الان ما ايش كان ردهم؟ يا ناس نعمل كشوفات. نعم دكتورة ايش كان ردهم؟ ردهم تمام، قال لي تمام بنجيب لك الكشوفات، انا كان اقدر احصل على الكشوفات بطريقتي الخاصة. نعم يعني ما حبيت اتجاوزهم ولا حبيت اتجاوز، يعني ما حبيت نعمل حركات سخيفة. قلت لهم قبل هذا انتم الان احنا بنخفف عليكم ضغط، انا لما اجيب الكشوفات لهم يجيبوا مرتباتنا معناته ان احنا بنخفف عليكم ضغط انتم كمان. طيب هم مشكلتهم بال 2014 ل 2014، طيب يا اخي 2014 اللي انت وظفتهم صح من حق الحكومه هناك وظفتك لك تقول لك احنا اول حاجه عندنا في الجامعه تمت تعيينات مخالفه للقانون، واحد ميت عينوه اكراما لانه سحلوها الدواعش، ما دخلنا بالدواعش، هذه نظام، هذه قانون، هذه جامعه، يعني ما هي التعيينات الغبيه هذه اللي بتتم على كل قلنا نعم. إذن الدكتورة فاتن، نعم دكتورة فاتن معذرة على المقاطعة، نعم دكتورة معذرة على المقاطعة، إذن أفهم يعني من خلال ما تحدثت بأن الميليشيا تتمنى عن رفع الكشوفات هو من أجل أن يعني رفع كشوفات بالأسماء الوهمية وأيضا الوظائف التي ربما استوعبوا من خلالها ميليشياتهم في كل مؤسسات الدولة. في وظائف غير قانونيه، في ناس وظفوهم غير قانونية، يعني الجامعه وقانون الجامعه معروف للعالم كله، الا يقل عن جيد جدا، ان كل ليس لديه اي مواد رسوب، ان يا اخي طعنت الجامعه بكل جوانبها وهي الوطن، الجامعه هي وطن، جامعه صنعاء بالذات هي الوطن. على كل قلنا لهم جيبوا هذه، كلمت انا الاستاذ محمد البخيتي هذا عضو المكتب السياسي، قلت له يا استاذ محمد خلونا نجيب نفك الناس تعابه، خلونا نفك نفرج على الناس، نخفف على الناس الضغوط، الدكاتره خلاص تعانوا، اللي في استاذ بيطردوه من بيته عشان ما يرضاش صاحب العماره يتقبله انه يستمر لانه ما دفعش الايجار، الناس بيموتوا جوع، طيب خلينا نجيب هذول 2014 وبعدين الموضوع اللي ما بعد 14 حيكون الحمل خفيف عليكم، تقدرون تدبروها، يعني ما هي مشكله، ما هي مشكله، اين الايرادات حق البترول؟ اين الايرادات حق النفط؟ اين الايرادات حق الضرائب؟ اين الايرادات كلها يا ناس؟ مش معقول. وبعدين ابن حبتور من شويه يتكلم دري قبل يومين ثلاث يقول من يوم ما جاء جمع 400 مليار، طيب وين يا اخي انت تحاكى كذا بس كلام، انت دكتور ولا ايش بالضبط؟ نعم ابدوا عسر النيه، يعني هؤلاء لا توجد عندهم نعم لا توجد عندهم اي مسؤوليه اخلاقيه امام الناس وامام الموظفين وامام الشعب. طيب دكتوره اذا استمرار هذا الحال على ما هو عليه، ربما انتم اكثر شريحه قمتم باضراب في الجامعه، قمتم بوقفات احتجاجيه، هل كل هذه الوقفات ربما غيرت من واقعكم شيء؟ حاولت الميليشيا ان يعني تعمل حلول معكم للوصول لاي صيغه معينه؟ لا بالعكس، حاولت تضرب تفشل الاضراب، حاولت الناس تعبه ما حد يستمع لهم، نسبه الاضراب الان ناجي عندنا بحدود 80%، هم 20% ناس الوسطاء اللي تم تعيينهم عميد بغير صفه قانونيه، واللي رئيس قسم بصفه غير قانونيه، واللي الناس اللي هم حصلوا على بعض المناصب وبعض الاشياء، يعني الناس المصلحيين، الناس للاسف هم مو زملاء لنا، اشياء كل حاجه للوزير بالسلامه. نعم. رجال عيالنا في كل قطاع، يعني في كل بقاع العالم، طلبتنا المبعثين، يا اخي انت هنا زلونا بالكشوفات كلنا، لا رجعت الكشوفات هنا. يا اخي ابدا بحسن النيه، ابدا اصرف لطلبتنا المسردين في كل بقاع الدنيا. طيب في مشاكل كمان ثانيه، انت عارف انه في مشاكل ثانيه عندنا في الجامعه نفسها. اللي عندهم تسويه الان هم بعد 2014 هم دكاتره في الجامعه وقانونيين، الان هم ساكن يستلموا مرتب استدعاء، يعني مدرس مساعد، يعني مدرس، يعني ما هوش استاذ في الجامعه وهو قد حصل على الدكتوره،
هذه مشاكلهم كثيره. طيب دكتوره فاتن، نعم نعم دكتوره فاتن، ربما المشاكل قد عمت جميع منتسبي الدوله سواء من الموظفين او الطلاب المبتعثين في الخارج، وربما الان الحكومه هي التزمت ان شاء الله بحل كل هذه الاشكاليات، وهي تنتظر فقط رفع هذه الكشوفات من قبل الميليشيا حتى يتم صرف الرواتب. الآثار التي ترتبت دكتورة فاتن، نعم الآثار التي ترتبت عليكم وعلى موظفي الدولة وعلى منهم في المحافظات التي تخضع لسلطة الميليشيا الآن ما يقارب 4 أشهر بدون رواتب، حال الناس إلى أين وصل؟ ضعينا بصورة حال الناس. يا حبيبي يا ابني، في ناس من 6 أشهر، في 7 أشهر، جارتي زوجة في التوجيه المعنوي الآن 7 أشهر، وأجا واحد من الحوثيين وعين 4 أخوته داخل التوجيه المعنوي وفصل هذول الناس كلهم، مش فصلهم، أبعدهم عن الوظيفة، يروحوا ويرجعوا ولا حاجة، مضطرين يروحوا لأنه لو ما راحوش بيتم تعيين بدالهم آخرين. الناس ذل، الناس معانا، لكن اقول لك حاجه، بعض الحين توصل في راسي اقول هذا شعب هو راضي بنفسه، ما دام كذا ساكت على هذا كله، يا اخي ثوره قيع تقوم وبس، ثوره قيع تقوم الناس، ما دام انت يعني لما يجي لعندي يا دكتوره والله العظيم لما اخر كيلو دقيق ما بسمعي، يقول لي والله ما معي حق كيلو دقيق، طيب صابر ليش؟ نعم هذا السؤال، هذا السؤال دكتوره فاتن، نعم ما تعرفش تاكل، هذا السؤال نعم مش طبيعي. نعم لماذا هذا الصمت دكتورة فاتن؟ كيف تعللين هذا الصمت؟ يعني هل هو القبضة الأمنية التي تحكمها الميليشيا أم ربما هناك أسباب أخرى؟ والله شو بقول لك حاجة، هم استخدموا أسلوب عفن مع الناس كلها، حتى أنا أول واحد استخدموا أسلوب عفن وعادوا مستمرين يعملوا لي مشاكل مع رسم فن بجبوة، لكن والله العظيم يا سلام قدوا أصلاً إيش اللي حصل؟ لا بتأكلوا ولا بتعيشوا بكرامة ولا بتتعالجوا وبتتهاموا يومياً وبتقتلوا يومياً، ايش اللي فاضل؟ نعم الحين بيقولوا انني حرك، اذا لازم قبل الشرعيه لها دور، لازم دور تحمينها، لازم تحمي تحمينها، وهم كمان يحمونا ويعقلوا، اليوم هم الكرسي دوار، لا دامت غيرك ما وصلت اليك، وبعدين فاكري انه هذا اللي بيفعلوه ممكن يوصلنا لمرحله لو حصل لهم شيء نحن ممكن مثلا نكون طيبين معاهم، قاعد بذكر اللي فيه، كل واحد بذكر اللي فيه بذكر المعازي، عمرنا ما عشنا سنتين بهذه الطريقه. نعم دكتورة تكرمي بالبقاء، نعم دكتورة اسمح لي أن أعود للأستاذ محمد الجماعي عبر السكايب من عدن. أستاذ محمد، الحلول المتاحة من وجهة نظرك لكي تتجاوز الحكومة الشرعية لصرف رواتب الموظفين أمام تعنت الميليشيا بعد رفع الكشوفات، ما هي الحلول المتاحة أو حلول بديلة نسميها؟ نعم لو تركت الدكتورة المناضلة فاتن تتحدث، أنا ليست وحدها وهي تقول أنها تحرض، كلنا بنفس المسار وبنفس الصوت، يعني نضم صوتنا إلى صوتها ونقول أين دور المواطن؟ أخي بشير بعد أن تعرض الحكومة أنها ستسلم الرواتب وأنها تريد كشوفات الراتب وأنها ليست لديها أي مانع أن تسلم لكل المحافظات الخاضعة لسلطة الحوثي، ماذا بقي للمواطن أن لماذا يسكت المواطن بعد كل هذا الكرم؟ لا نقول يعني أن الحكومة تمن على مواطنها، هذا واجبها، لكن الآن خطوة منك وخطوة من المواطن، النضال والتحرر من الاستعمار الداخلي أو الخارجي له طرفان، أحدها المواطن ثم بعد ذلك تأتي العوامل المساعدة. لكن بما أنك طرحت موضوع البدائل، قلنا لك أن باستطاعة الحكومة وهي لا تعاني من ضبابية كما يقول بعض الزملاء في موضوع الرواتب، هي لديها كشوفات وأعتقد لا تعاني من قضية قواعد البيانات، ولكن تريد أن ترتب الأمور على نحو ما، لأنها ليست بصدد المسألة، ليست هي مسألة رواتب بالنسبة للحكومة، المسألة هي محافظات محتلة من قبل الحوثي ومراكز ودولة ساقطة بيد ميليشيات. لو كانت مسألة الرواتب كانت سترسله بالبريد إلى بيت كل واحد وباسم كل واحد وانتهى الموضوع، الحلول موجودة، وقرار رئيس الوزراء وأمره لوزير المالية أن من لديه حساب في كاك بنك وخاصة أمانة العاصمة كل الموظفين لديهم، والإخوة والآبائنا أعضاء هيئة التدريس يعني نموذج واضح جدا أن عددهم قليل وبإمكانهم استلام رواتبهم من حساباتهم في البنوك أو غيرها. نعم هي لكن أيضا لديها أولوية، الحكومة لديها ترتيب وضع، لديها سحب بساط من تحت يد ميليشيا الحوثي، تريد أيضا تعريتها أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، وتريد من المواطن أيضا أن يتحرك. المواطن هو من استقبل يعني الانقلاب ومن رضي بالوضع الحاصل، وهو من سيحرر بلده. أستاذ محمد، لا لهذه ولا لبنت أغر ولا لغيره. نعم
في نقطة يعني كما ذكرت الدكتورة فاتن، يعني بصورة أو بأخرى أو بأخرى ربما لديهم الطريقة والوسيلة التي عن طريقها يخرجون كشوفات موظفي المؤسسات التي يعملون فيها، مثلا على سبيل المثال جامعة صنعاء. لو تم رفع هذه الكشوفات مثلا بصورة فردية من جهة يتثق فيها الحكومة الرسمية، هل يمكن لهذه الطريقة أن تتعامل معها الحكومة وتصرف رواتب هؤلاء الناس أم لا؟ الأمر واضح، عبد الغني جمعان يرفع برواتب المعلمين في أمانة العاصمة 21,000 معلم. نعم، هاتوا هذه كشوفاتهم، هاتوا لنا رواتبهم. يوجه بالدغر بصرف 1,300,000,000 ريال يمني عبر كاك بنك إلى حسابات كل مدرس. نعم، والآن هم بصدد الإجراءات. دعك من جامعة صنعاء، ربما يتعامل الأكاديميون بطريقة يعني بيروقراطية ويريدون يعني بشكل أكاديمي، لا يريدون أن يتجاوز وزارة التعليم العالي وهكذا، يتعاملون مع سلطة أمر واقع. لكن بقية القطاعات، البلديات، عمال النظافة، المهندسون، الأطباء، غيرهم من قطاعات التعليم، يفترض. وهناك تحركات أخي بشير في هذا الموضوع، وتواصل أمين العاصمة يتواصل مع المدراء الموجودين والمعينين من الحوثي والسابقين، أنه يعني تتصرفوا كأب لموظفيكم. نعم، ولمن تحت رعاياكم، ارفعوا بكشوفاتهم حتى نعطيهم رواتبهم، وبالتالي حتى أيضا لا يحرم الذين يشتغلون ولا يعطى الذين لا يعملون ولا يقومون في وظائفهم. نعم. طيب أستاذ محمد، أعود للدكتورة فاتن. دكتورة فاتن، أعود لك من جديد. إذن أنت الآن وضعك وربما أنت صورة تنقلي حال الموظف الدولة في إحدى المحافظات التي تخضع لسيطرة الميليشيا وهي العاصمة صنعاء. ما الذي الآن ممكن تقوليه للحكومة الشرعية أو لسلطة الميليشيا بأن يعني يتقوا الله فيكم ويعني تكون يعني لديهم الحلول والطرق السريعة من أجل أن تصل رواتبكم لكم ولكل موظفي الدولة الذين يعانون منذ 4 و5 أشهر؟ شوف، اللي عنده صدق وعنده مصداقية ممكن وعايز يحل بيحلها. ما هي الصعبة؟ لا رجعت الكشوفات، هذا عملوا لي زي ما لما كان في واحد أمريكي ماشي من جنب القيادة يصور الجدار حق القيادة، عجبته طريقة الحجاز، راحوا مسكونا وقالوا يصور القيادة العسكرية. أجلس في الأمريكي قال لهم إيش اللي بيصوره؟ إيش اللي خايفين عليه؟ تقول أجيب لكم صور؟ قال جاب لهم صور من داخل القيادة العسكرية. يا أخي، ما هيش قضية الكشوفات، هي قضية صدق النوايا. إحنا ما نشيش العدوان، إحنا ما نشيش اللي حصل لنا ولا الجوع اللي حصل لنا. إحنا نسيهم يسجدوا يصلوا 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 على النبي فينا، يخافوا الله فينا. لكن هذا الإجرام اللي بيحصل مش طبيعي. هم ببساطة يقوموا يتفقوا الآن يجيبوا، لكن مش عن طريقهم. هذا بيقولونا ودوها الصندوق، ودوها الكريمي، ولا ودوها مش عارفة إيش. إذا أنتم تخافون. نعم دكتورة فاتن، إذا أنتم تخافون كموظفون حتى أن تحول المبالغ عن طريق الميليشيا لأنها ربما لا تصل إليكم. شوف أقول لك حاجة. نعم. ما خلوش بيننا ثقة متبادلة. الثقة ليست موجودة. لكن على الآن إحنا بنقول برضوهم عيالنا، سواء اللي توظفوا أو غير. تم التصحيح بعد كده، يعني اللي قانونا وظف تمام. الأهم حاجة أنت عارف، ممكن يعملوا حاجة ببساطة، يشكلوا لجنة من هنا ومن هناك، لكن بسرعة. اللجنة معناتها سحببة. يشكلوا لجنة من هنا ومن هناك، يقوموا لنا عمان ولا يقوموا لنا عمان ولا أي وسيط بيننا، ويتم الصرف بضمانة هؤلاء. لا أنقص خايفين إحنا من الميليشيات، ولا هم دولة قطاعين خايفين من الميليشيات، ولا خايفين من الحكومة الشرعية، لأن برضو في الشرعية فيها فقد نجد لها عيوب. فعشان كده يشكلوا لجنة، لكن بسرعة بسرعة. والآن الناس ما يتقوا رجاء. والله العظيم إنه جيراني وغيرهم وغيرهم اتهامة وغيره وغيره. لا تفكروا أصحاب صنعاء أصلا، في بعض الناس فاكرين إن صنعاء سكوتها مساكين ضعف، يعني اللي ما يشتي يخرج حتى مسيرة مسموعة التاكسي عشان يروح المسيرة. نعم، يعني الرحمة رجاء من الطرفين. شكرا. الرحمة لنا. شكرا. شكرا لك الدكتورة فاتن عبدو، عضو نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن نتابع هذه المادة المعلوماتية أعدها الزميل وديع عطاء عن موظف الدولة وأزمة صرف الرواتب، ومن ثم نكمل النقاش في محورنا الأخير. We'll be right back.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، عدنا معكم في محورنا الأخير، وانضم إلينا الآن الأستاذ فيصل العواضي مستشار وزير الإعلام. مساء الخير أستاذ فيصل. مساء الأنوار عليك وعلى الجميع المشاهدين. أهلا ومرحبا بك أستاذ فيصل. إذن الحكومة التزمت بصرف رواتب الموظفين، الميليشيا في المحافظات التي تخضع لسيطرتها تمنعت، وإلى أن تحل هذه الإشكالية السؤال الأهم في المحافظات المحررة والتي تخضع لسلطة الشرعية، ما هي العوائق والموانع من صرف رواتب الموظفين التي التزمت الحكومة بصرفها وأعلنت ذلك؟ أولا بالنسبة طبعا للمناطق المحررة، المسألة مسألة يعني إعادة ترتيب وإجراء إداري فقط، لأنه الآن في تأسيس لقاعدة بيانات ومعلومات جديدة لابد أن تأخذ مداها، ونحن نعلم أن الحكومة كانت غائبة طوال الفترات الماضية، ووجودها كان منصب على الجهد السياسي والعسكري لاستعادة الدولة من قبضة الميليشيات. كان جسم الحكومة كله تحت يد الانقلابيين، وكنا نتحدث عن حكومة افتراضية ممثلة بوزير وعدد من المساعدين. الآن إن شاء الله يعني تنتهي الحكومة من وضع قاعدة بيانات لا يعني لا تعود لا يمكن التأسيس عليها، بحيث أنه لا تعود هذه المشكلة مع كل مرتب. نعم، الحكومة الآن يعني هل يعني لديها خطة للتعامل مع جهات مصرفية معينة، بنوك معينة، يعني يأمن المواطن بأن الرواتب إذا صرفت ستصل إلى من هم يعني موظفون تبع الدولة فعلا، ولا يتم اللعب بأسماء وهمية أو وظائف جديدة ربما الميليشيا تعمدت على إدخالها في كل مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والمدنية؟ هو طبعا المشكلة الآن أن الحكومة توقفت عند ديسمبر 2014 وطلبت صرف المرتبات على هذا الأساس. رئيس الوزراء كان واضح في خطابه وتوجيهاته أنه سيتم التعامل مع كاك بنك بالدرجة الأساسية ومع البريد في مسألة صرف المرتبات بالاسم، بحيث يروح كل يعني تحويل، سيتم تحويل باسم كل موظف ولا سلطة لأحد بالاستلام نيابة عنه، وهذا طبعا من باب الاحتراس كي لا تقوم الميليشيات الانقلابية بمصادرة المرتبات، لأنهم بلا مسؤولية أخلاقية ولا إنسانية ولا هم يقيمون للإنسان أي وزن. نعم. فهذا الإجراء احتياطي أنه الجهة المصرفية التي سيتم تحويلها تحويل عبرها هي تتحمل المسؤولية في الدفع للشخص ذاته وليس نعم. لأشخاص آخرين. نعم أستاذ فيصل، أختم معك بسؤال أخير لانتهاء وقت البرنامج. الآن الميليشيا لا يوجد لديها أي يعني وازع إنساني أمام الموظفين للدولة لصرف مرتباتهم. أنتم في الحكومة أعلنتم إعلان، وربما الكثير لم يلمس واقع على الأرض. المواطن البسيط، الموظف الذي يموت جوع، الموظف الذي عائلته بلا مأوى، ابنه يعني هو مريض في المستشفيات، ما هو الحل؟ يعني يموت في البيت أو يموت في المستشفى أو يعني ينام في الشارع، ما هو الحل لهذا المواطن المسكين؟ الحل الآن الحكومة تقاتل على كل الجبهات، على الجبهة السياسية وعلى الجبهة العسكرية وعلى الصعيد الاجتماعي، خلق قنوات لتخفيف معاناة الناس. يعني الآن البحث عن الحلول على أشدها، ليس هناك يعني تراخي أو تساهل أو إهمال. نحن ننظر الآن إلى تصرفات الميليشيات وتمنعها من تسليم كشوفة المرتبات أنه عمى ينطبق عليهم قول الله تعالى: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يعني هم الآن يتصاممون أشكرك. عن كل موقف إيجابي، عن كل دعوة لتخفيف معاناة الناس. نعم. الحكومة الشرعية عندما تم الاتفاق في الأردن على عودة على استمرار البنك المركزي بصنعاء حرصا على استمرار مرتبات الناس، لم تقف أي موقف سلبي رغم قيام الميليشيات بالنهب وبالعبث حتى استنفذت كل الحلول، ومن ثم أشكرك. تم اتخاذ القرار بنقل البنك إلى عدم. نعم يعني نعم أستاذ فيصل، ضيق الوقت معذرة على المقاطعة. إذن أمام هذا الالتزام الأخلاقي من الحكومة الشرعية لصرف رواتب الموظفين، ننتظر من الميليشيا أن تتقي الله في هؤلاء الناس الموظفين برفع كشوفات الرواتب حتى يتم صرفها. وأيضا في الختام لا يسعني إلا أن أشكرك أستاذ فيصل مستشار
وزير الإعلام، وأيضا الشكر للصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي الأستاذ محمد الجماعي، كان معنا عبر السكايب من عدن. لم يبقى لنا نستعرض في دقيقتنا الأخيرة تعليقاتكم حول موضوع الحلقة في صفحة البرنامج في الفيسبوك، ونقرأ بعضا من هذه التعليقات. صديق البرنامج الأخ بلال مغرم يعلق: هذه آخر ورقة بيد الانقلابيين، ومن أجلها تحارب المؤسسات الواقعة تحت سيطرتها من إرسال الكشوفات إلى ما قبل 2014، لأنها لا تضمن الأسماء المدرجة من قبلهم، حيث عملوا على تغيير الكشوفات بشكل مهول واستبدال ناس آخرين وإضافة آخرين تابعين لهم. وفي حال تم إرسال الكشوفات واستلام المرتبات لم يتبقى في حوزتهم إلا السلاح. بلال مغرم. رأي آخر أيضا من أصدقاء البرنامج الأخ محمد الحفيظي يعلق: لسببين، الأول يتعلق بالجانب الخارجي وهو الأهم، وهو أن ذلك يعتبر اعتراف منهم بالشرعية وبعجزهم وعدم قدرتهم على قيادة البلاد، والسبب الآخر داخلي وهو سبب حوثي بحت بعيدا عن المؤتمر، وهو أن الكشوفات المطلوبة هي كشوفات ما قبل الانقلاب، أي لا تشمل من وظفهم وجندهم الحوثي في الدولة والجيش بعد سيطرته على مفاصل الدولة. أيضا رأي أخير نختم به حلقة اليوم من صديق البرنامج الأخ أو الأخت فاطمة الأغبري تعلق: لأنه وبكل اختصار تتعمد تجويع الشعب، كما أنها تعلم علم اليقين بأن الشرعية إذا كانت سبب في تسليم الرواتب وفك كرب المواطنين، فهذا يعني أن المواطنين سيتوقون إلى سيستقوون على الحوثيين لأنهم كانوا السبب في هذه البهذلة. إذن الأخت فاطمة الأغبري، وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من بين قوسين التي خصصناها على عن الرواتب وعدم يعني رفع كشوفات الموظفين من قبل ميليشيا الحوثي رغم التزام الدولة بذلك. في الختام اسمحوا لي أن أشكر ضيوفي، كان معنا عبر السكايب من عدن المتخصص بالشأن الاقتصادي محمد الجماعي، الشكر للناشط الحقوقي والسياسي فيصل المجيدي كان معنا من عدن، والشكر أيضا لمستشار وزير الإعلام فيصل العواضي، والشكر أيضا للدكتورة فاتن عبده عضو هيئة نقابة التدريس بجامعة صنعاء. الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. في الختام تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل وديع عطا، ومنتجة البرنامج الزميلة إلهام عامر، ومخرج هذه الحلقة الزميل عيسى إسماعيل. نلقاكم إن شاء الله الأسبوع المقبل بحلقات جديدة من بين قوسين حتى الملتقى. حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.